انا مطلوب ان انا ما بلعبش على الاضعف عشان اكسب. يعني هو ده اللي متابع هنا. يعني انا ما بروحش ادور على النقطة الضعيفة فين عشان اكسب، وده اللي كان مخلينا ان احنا مش قادرين نتواءم معاهم في بطولة كاس العالم الاخيرة، رغم ان احنا حققنا مكان الى حد ما كويس. انا بقول من وجهة نظري ليه؟ انت النهاردة لما بتجيب لاعب وبتخسسه زي الكابتن ايمن جلال وتخسسه وتنزله في مكان نقطة فيه ضعيفة، يعني مثلا 3-4 بيلعبوا فبيخش مدية مضمونة، كلام كويس، فكر جميل، بس ده بيديك انت كأنك بتبص تحت رجليك، ما بتبصش لقدام. انا ما اقصدش كده، هي واحده بس اكمل كلام، ما بتبصش لقدام. فانا لما باجي اخطط مش هخطط على النقاط الضعيفه لان عايز اعمل بنيان قوي يعني. لكن انا بقول لك انا معاك ليه ما العبش في الاوزان الثقيله، وانا متفق معاك الوزن الثقيل ده عايز له بيئه معينه في اعداده، من اكل لشرب لمكملات غذائيه لصرف لفيتامينات، لا 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 لا، ولاجهزه معينه في تدريبه. وزن تقيل بيختلف عن الوزن الخفيف، غير انه بيحتاج ده كله. انت النهارده ايه الامكانيات اللي عندك عشان تقدر تشتري اجهزه تعوض عنه يبقى في سرعات في ضربات؟ مش هتقدر تجيب دي، انه مش عارف يتعامل بمستوى قوة بدنية عالية جدا تناسب القوة البدنية اللي موجودة مع ناس تانية. ما هو انت البيئة برضو النهاردة بتأثر على القوة البدنية بتاعتك، البيئة اللي انت عايش فيها بتأثر على القوة البدنية بتاعتك. وانا بكلم كلام معاك، بس هو المشكلة عندنا انا اقول لسيادتك باختصار، احنا بنختار الطريق السهل، ده اللي بيحصل حاليا ان احنا بنختار اللي كان بيحصل. تقصد ما انا بقول اللي كان بيحصل، احنا لسه ما بدأناش. احنا بدليل ان احنا يعني مش عايز يبقى هو ده بدايه فكرنا. لا ما انت برضه ان انا بدور على النقاط الضعيفه فين اخش من خلالها. لا لا، ما انا دي مش هتديني على المدى البعيد. يا فندم ايران ما بصتش لكده يا فندم،